السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيجي من وضع على تاون 14 بهجوم تاون 13، فتابعوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. زي ما احنا شايفين الهجوم اللي عندنا، هنحدد طريقة الهجوم عشان نقدر نضرب التاون من الناحية اللي احنا هنشوفها. من ناحية التاون طبعا الهجوم طبعا 100% هيفشل تمام. تاني حاجة من ناحية المنجنيك برضو صعبة عشان برضو هيتفرق، ومن ناحية المنجنيك التانية نفس الكلام. يبقى من الناحية دي هنيجي كده من الناحية المفتوحة، واحنا جيشنا بيحب برضو المناطق المفتوحة. تمام، هنحدد طريقة الهجوم. هنيجي من فوق زي ما احنا اتفقنا، هنحط الياتي طبعا. اهم حاجة احنا نضرب الاطراف عشان ما نخليش جسمنا يروح الاطراف، يعني نحط ياتي من ناحية اليمين وياتي من ناحية الشمال ووراه على طول الساحرات، وطبعا نحط قذيفة الجزعان طبعا وراهم على طول. هنفرق جسمنا التاني بعد كده، هنحط الامر الكبير وبعد كده الملك والملكة، وهنحط البرج اللي عندنا برضو نفس الكلام، وهنستعمل تعويذة التجميد على برج الساحر كده. يعني الخريطة دي البرج الناري فردي، بالتالي دي مصلحة لينا اكيد. تمام، فيلا بينا نبدأ الخطة. زي ما احنا اتفقنا هنحط الياتي برضو، اهم حاجة واحد من ناحية اليمين واحد من ناحية الشمال، ده اهم حاجة في كل حاجة عشان ما يروحش على الاطراف. وبعد كده نوزع الياتي اللي عندنا وراء الساحرات على طول. تمام، زي ما احنا شايفين كده يعتبر دمروا المنطقة كمان. وبعد كده هنحط عندنا قاذفة الجزعان زائد الأمر الكبير الملك الملكة، وهنحط البرول اللي عندنا برضو كده. زي ما احنا شايفين جسنا هنحاول يمشي من طريق واحد من ناحية قاذفة الجزعان، وهنعمل أمر الكبير تعويذ أمر الكبير لما نخش عند المنجنيك شوية عشان نعمل كفر لجسنا. أهم حاجة نستعمل قدرة الأمر الكبير في الوقت المناسب، واحنا استعملناها دلوقتي على أساس برضو نحمي برضو من برج النالي زائد عندنا اللي هو المنجنيك. وكده يعتبر احنا دخلنا نص المدينة كده يعتبر، ونزل الدعم عندنا. هنستعمل برضو تعويذة التجميد عندنا، ونحافظ برضو على تعويذة اللي هو التجميد، لان نستعملها برضو للبرج الساحر اللي عندنا ده اللي هو من ناحية الشمال، على اساس نحط احنا الخفافيش دلوقتي. ونسيب برضو البطلة الملكية هنحطها من ناحية اليمين عشان نضرب اللي هو برج الساحر اللي فاضل ده، ونحاول برضو نضرب نفضي الدفاعات من ناحية اليمين على اساس جسنا برضو يعني نضرب المدينة كلها. تمام، زي ما احنا شايفين دلوقتي الخفافيش فضلت وفاضل البطلة الملكية، ومفيش غير ساحرة وبولر. يعني هو كتر خيره ان الجيش يعني استحمل لغاية دلوقتي. ويعتبر يعني هي مش مدينة تاون 4 ماكس بكل الدفاعات، بس هي يعتبر يعني فيها الدفاعات الأساسية متطورة زي المنجنيك زي برج النار زي الكوسة. زي ما احنا شايفين كده الخريطة كلها يعتبر الدفاعات الأساسية كلها اتدمرت، مفاضلش غير البيوت، هي مسألة وقت. طبعا احنا معانا خفافيش ولسه بولر، ومعانا هياكل عظمية كتر خيرها. وهنحاول دلوقتي كده مسألة وقت، والوقت كده كده هيقضي في الهجوم. أهم حاجة زي ما احنا عرفنا في هجوم الخفافيش بالذات، نحتفظ بتعويذ التجميد عندنا لبرج الساحر، ونخلي البطلة الملكية في الهجوم نخليها لآخر حاجة. يعني ممكن نخلي البطلة الملكية في الحتة الفضة في الهجوم، يعني انت تحط البطلة الملكية لما تلاقي جيشك فضة مكان وفاضل مكان، هنحط البطلة الملكية على أساس برضه يفضل من برج الساحر. يعني لو المكان الفاضل ده من برج الساحر حط البطلة الملكية فيه، عشان هو نقطة ضعف الهجوم ده الخفافيش اللي هو برج الساحر، زائد طبعا التاون أكيد، زائد تاني عندنا برضو اللي هو برج النالي لو يكون زوجي. يعني لو يكون زوجي في المدينة يفضل متهجمش، نصيحة مني يعني متهجمش بهجوم الخفافيش. لو فردي يعني اهجم بنسبة 50% اهجم، الهجوم هينجح ان شاء الله. اتمنى تقولوا رأيكم في الفيديو، واستنوا جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.